إخواني وأخواتي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ نشأتها على يد المقهور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخوانه بنات الاتحاد، قد وضعوا من الطفولة في بؤرة اهتمامهم. إن نعرب عن فخرنا اليوم بهذه التظاهرة العالمية لنصرة الطفل والطفولة. أبشروا بغد أكثر أمنا وسعادة، وفي عالم سنسعى جميعا إلى أن يكون مشرقا وهانيا مباركا، ولكم فيها القوة والسيادة. خليف خير خلف لخير انسلف، واللي ابوه زايد بالعين نفداه، سر يا خليف وكلنا وراك رجال، رجال العهد نوفيك ازمان وزمان. سلامتكم. قائمة تشغيل الاطفال ووعي المجتمع هو اهم المحاور. بص على البص هذا. If you do want to make your own rules, however, it only takes a second. حماة الوطن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. Minister of Interior of the United بسم الله الحكيمة وضعت الإنسان في جل اهتماماتها. The VGT as a collective understands